قال تابعه وهب. تابعه ما معنى تابعه؟ تفضل. انهم روى عن نفس الشيخ ما معنى تابع؟ كلمة تابع ما معنى تابع؟ نفسه. أيوة. روايان عن نعم أن يشترك التلميذان في الرواية عن الشيخ، أن يشترك الراويان في الرواية عن الشيخ. هنا الشيخ من الشيخ؟ هنا قال تابعه وهب. من الشيخ؟ شيخ وهب. هنا شيخ وهب من الذي يعرف يرفع يده الأخير؟ شعبة. إذا في الإسناد السابق من التلميذ الآخر الراوي عن شعبة في الإسناد السابق؟ من؟ تفضل. لا تفضل. النضر. فإذا انظر إلى الإسناد، أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة، فإذا تلميذ شعبة من؟ النضر. وهنا الراوي عن شعبة من؟ وهب. الراوي عن شعبة هو وهب. فالتقى الإسنادان عند شعبة، فتابع وهب من؟ النضر. فالتقى هنا الإسناد فيقال تابع وهب من؟ النضر. هنا هذه المتابعة التي بين أيدينا لم يذكر فيها الإسناد، لم يذكر فيها الإسناد من البداية. فهنا ذكر البخاري، وهذا الذكر لجزء من الإسناد، فهو معلق من جهة ومن جهة أخرى لم يذكر المتن، لكن في النهاية أشار أن المتن هو هو، لكن من الذي يختلف؟ فقط كلمة إيش؟ الوضوء. فهنا قال حدثنا شعبة، هذا من وصله من أهل العلم؟ هذا المعلق من وصله من أهل العلم؟ تفضل. لا لا يقال وصله الحافظ ابن حجر، لأن المغلقات هذه إسناد نازل، ننظر إلى الإسناد العالي بداية. تفضل. وصله ابن عباس محمد بن إسحاق السراج في حديث السراج في مقابله الذهبي الطاهر الثاني من جزء 30 قال أخبرنا حدثنا زياد بن أيوب حدثنا ابن وهب المجرير حدثنا وهب المجرير حدثنا شعبة عن الحكم الحديث. إذا إلى أن قال أيوه إذا عجزت أو شدت فعليك الوضوء. نعم. فإذا هنا هذا الإسناد وصله السراج في مسنده أو المطبوع باسم حديث السراج، وحقيقة حديث السراج هو نفس مسند السراج، وإن زعم المحقق أنهما كتابان، والزيادات التي في حديث السراج هي عبارة عن زيادات نسخ وليست عبارة عن أنه أكثر من كتاب، فهي هي مسند السراج. فكما قال أخونا وصله السراج في مسنده الجزء الثاني صفحة 136 رقم 560، وأيضا في الجزء الثاني صفحة 150 رقم 626، وفي الجزء الثاني صفحة 333 رقم 66 باء 300 و1000، من طريق زياد بن أيوب عن وهب ابن جرير حدثنا شعبة به، أي بالإسناد إسناد البخاري الذي بين أيدينا. فإذا قال أبو عبد الله ولم يقل غندر، هنا فصل وذكر طريقا آخر ولم يقل غندر. غندر من غندر؟ معروف جدا. تفضل.
نعم، أي ما بلده؟ الكوفة. محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر. ويحيى، من يحيى هذا؟ تفضل. يحيى بن سعيد بن فاروق التميمي أو سعيد القطان البصري. نعم، هو يحيى بن سعيد القطان من كبار الحفاظ، أبو سعيد بصري. قال كلاهما لم يقل عن شعب الوضوء، كلاهما لم يقل عن شعب الوضوء. إذا من تابع الراوي وهب؟ من تابع وهب؟ تفضل. نعم، غندر ويحيى تابع وهب، ووهب تابع من؟ النضر. فإذا كم تلميذ لشعبة هنا؟ كم تلميذ لشعبة هنا؟ تفضل. أربعة تلاميذ. لكن هنا قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ قال أبو عبد الله، تفضل، بخاري. ما اسمه؟ ما اسم البخاري يا يماني؟ تفضل. محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري. محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي مشهور. متى مات؟ 256 يا ابن الحلال. فإذا لما قال أبو عبد الله، وهنا رجعنا إلى الكنى، وأيضا كأنه ينكر بنفسه، كأنه ينكر بنفسه، لم يقل قلت أنا محمد بن إسماعيل، هو يريد أن ينكر بنفسه. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ يعني كأنه ينكر نفسه رحمه الله. هكذا كان العلماء، ما استطاعوا يهضموا أنفسهم، حتى أنك كنت تظن الشيخ تلميذ الشيخ، ثم تتفاجأ أنه هذا هو الشيخ. وإذا كتبوا يقولون قال، بل أحيانا لا يقول قال أبو عبد الله أحد، يقول قال ولم يكتب نفسه. لكن ليس هذا البخاري. من هذا الذي يقول قال؟ تفضل. عمر جناني في الهداية، شرح البداية. قال ولم يقل غندر ويحيى عن شعب الوضوء. لو أردنا أن نصل هذا المعلق، من وصله؟ نبدأ بطريق يحيى بن سعيد القطان، نبدأ بطريق يحيى بن سعيد القطان. من غيره؟ غير أخينا. تفضل. يعني زين قطان الإمام أحمد رحمه الله في المسند 26. نعم. وفيه فلا خبت عليه. قال حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد. خلاص أبي لا تذكر مباشرة، حدثنا يحيى عن شعبة به. نعم. إذن هاي الإسناد الذي لم يذكر البخاري شيخه هنا هو موصول في مسند الإمام أحمد في الجزء الثالث صفحة 26. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن شعبة به، يعني نفس تتمة إسناد الإمام البخاري. ولفظه كما قال البخاري، أيوة، ولفظه فليس عليك مسلم. نعم، ولفظه كما قال البخاري ليس فيه الوضوء، وهو إذا أعجلت أو أقحط فليس عليك غسل. إذن هكذا كما عبر الإمام البخاري. الإمام البخاري يقولون الرواة عن شعبة لم يذكروا هنا الوضوء، فرجعنا إلى مسند الإمام أحمد فوجدنا ما ذكره الإمام البخاري كلاما صحيحا. لكن بقي طريق غندر، بقي طريق غندر. من وصله؟
من وصل طريق غندار؟ تفضل. احمد في المسند الجزء الثالث صفحه 24. ايوه، محاولة لا بأس بها. من يساعده؟ تفضل. إذا أولا وصل أخرجها أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة 21 أيضا، ومسلم رقم. ومسلم في صحيحه نعم رقم 345 بعد 300 وابن ماجه رقم 606. طيب بعدين حقيقة أما طريق غندر ففيها ذكر الوضوء، وليس كما قال البخاري ليس فيها الوضوء. طريق غندر ففيها ذكر الوضوء فقد أخرجها أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة 21، ومسلم في صحيحه كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء رقم 345 باب 83، واللفظ له قال صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. فإذا ليس كما قال الإمام البخاري، لكن حقيقة الحافظ ابن حجر اعتذر عن الإمام البخاري بسبب هذا الوهم. ما هو العذر الذي ذكره الحافظ ابن حجر عن الإمام البخاري بسبب هذا الوهم؟ من يذكر بداية ما هو الوهم؟ الإخوة النيام، من يذكر الوهم الذي تبين معنا الذي حصل عند الإمام البخاري؟ لا أعرف لما لا يرفع الجميع الأصابع، لما لا يرفع الجميع؟ تفضل. الوهم الذي أتى من الإمام البخاري أن قال أن يحيى بن سعيد وغندر قال أن في الحديث لم يذكر كلمة الوضوء، لم يذكر في كلمة الوضوء، ولكن ذكر في طريق مسلم عن طريق غندر كلمة الوضوء. نعم، فمن طريق غندر يوجد الوضوء، أما من طريق يحيى بن سعيد لا يوجد الوضوء، فجمع الإمام البخاري بينهما. من يعيد الوهم الذي وقع فيه الإمام البخاري؟ من يعيد الوهم إعادة؟ لا نريد استخراج واستنباط ونظر في الطرق ونظر في مصادر التخريج، نريد إعادة الكلام فقط. من يعيد؟ تفضل. البخاري قال أن غندر لم يذكر رفعة الوضوء. نعم. أحسن. فإذا من طريق غندر في صحيح مسلم ومسلم الإمام أحمد ثبت وجود الوضوء، بينما الطريق الأول يحيى بن سعيد القطان كما قال البخاري ليس في ذكر الوضوء. ماذا اعتذر الحافظ ابن حجر عن البخاري؟ ماذا اعتذر الحافظ ابن حجر عن البخاري في سبب هذا الوهم؟ تفضل. هو يمكن أن يكون أحد شيوخ البخاري أخبر عن يحيى وغندر أنهم رووا، أخبر عن يحيى وغندر فروى رواية يحيى ووضعها كما كان. نعم، بمعنى أن قد يظهر أن هناك بعض مشايخ البخاري روى أو سمع منهم البخاري وجمعوا بين رواية يحيى وغندر في إسناد واحد، لكن هذا الشيخ الذي للبخاري ساق رواية يحيى ولم يذكر رواية غندر. هذا احتمال يقبل إن أثبتناه، وإلا فنبقى على الأصل أن الوهم عند البخاري وليس عند شيخه، وهذا إن دل على أن هذا الإنسان لابد أن يخطئ ولابد أن يسهو. ولكن هذا الخطأ ليس في الحديث وإنما في بيان لفظ الرواة، فلا يتعارض مع أن أصح كتاب بعد كتاب الله وصحيح الإمام البخاري. نسمع الأذان.